جهود كبيرة الحقيقة بتقوم بيها وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية ويكون عندنا مناهج حديثة ومطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية. احنا في هذه التغطية هنتكلم عن المدارس المجتمعية او التعليم المجتمعي، ويمكن ان احنا نعبر عن المدارس المجتمعية بالفرصة التانية. فلسفة التعليم المجتمعي هو بيكون يعني زي ما قلت لحضرتك الفرصة الثانية أمام المئات بل الآلاف من الطلاب، الطلاب الذين لم يلتحقوا بالمدارس، الطلاب اللي طبعا لم يكملوا التعليم لأنه بيكون في محاربة للتسريب من التعليم والقضاء طبعا على الأمية في مهدها. يمكن كان يوم الخميس الماضي كان في بيان مهم جدا من أستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، كان أصدر كتاب دوري بشأن قواعد وضوابط القبول في هذه المدارس وقواعد كمان العمل بها، وكان فيها العديد من النقاط الهامة. لسه في أسئلة كثيرة الحقيقة من جانب عدد كبير من الأهالي عن التعليم المجتمعي، لأنه زي ما قلت لحضراتكم هي فرصة تانية لطلاب كتير جدا لم يكملوا المسيرة التعليمية. خلونا نعرف أكتر عن فلسفة المدارس المجتمعية واللي بدأت في انطلاقها الحقيقة يمكن في 2022 من الصحفي والزميل محمود طه حسين مسؤول ملف التربية والتعليم في اليوم السابق. أهلا بيك معانا. أهلا بيك زميلتي جيرمين وعلى كل السادة المتابعين. اهلا بيك. طبعا ده دور مهم الحقيقه من جانب الوزاره، وبيكون في تنسيق ايضا مع الوزارات الاخرى، الوزارات المعنيه زي وزاره التضامن وغيرها، لكن لسه في اسئله كثيره عن فلسفه هذه المدارس. بتقبل مثلا الطلاب من عمر كام سنه وحتى كام، يعني نتكلم عن الزمن عمر الطلاب. في الحقيقة أنا هبدأ من كلام حضرتك اللي هو الخاص بإنه مدارس التعليم المجتمعي هي مدارس الفرصة التانية. الحقيقة مدارس التعليم المجتمعي ليها دور مهم جدا جدا في الطلاب، خاصة في الأماكن النائية اللي طبعا تبعد المدارس النظامية عن الطلاب مسافات كبيرة، وبالتالي بتكون فصول التعليم المجتمعي هي البديل الوحيد للطلاب لتلقي التعليم. يعني المدارس دي المفروض ان هي بدأت عندنا في مصر هنا سنة 92، وبتقبل الطلاب اللي هم لم يلتحقوا بالمدارس من الأساس أو الطلاب المتسربين من العملية التعليمية. المفروض في سن محدد للقبول بمدارس التعليم المجتمعي. كان قبل كده كانت المفروض ان الوزارة قبل القرار اللي صدر من يومين كانت المفروض انه الوزارة أو المدارس بتقبل طلاب اللي هم من سن 6 سنين لسن المفروض 14 سنة. المفروض سن 6 سنين ده المفروض في مرحلة الإلزام، فالمفروض الطبيعي بتاعه إن هو يلتحق في المدارس النظامية أو المدارس الابتدائية. ولكن وزارة التعليم كانت تتيح للطلاب اللي هم عندهم أو تبعوا المدارس عندهم النظامية أو الابتدائية مسافات بعيدة عن محل إقامتهم إنهم يلتحقوا بمدارس التعليم المجتمعي وأيضا المتسربين من المدارس. القرار اللي صدر من يومين من وزارة التربية والتعليم بشأن ضوابط، أو الكتاب الدوري اللي صدر من وزارة التعليم بشأن ضوابط قبول الطلاب في مدارس أو فصول التعليم المجتمعي، المفروض حدد السن المفروض من 9 سنوات حتى 14 عاما يتم القبول بمدارس وفصول التعليم المجتمعي. القرار الوزاري كمان حظر قبول طلاب في سن الإلزام اللي هو المفروض من 6 ل 9 سنين بفصول التعليم المجتمعي، لأنه الطبيعي إنه مكان الطفل ده يكون في المدارس الابتدائية والمدارس النظامية التابعة لوزارة التربية والتعليم. المفروض المدارس التعليم المجتمعي بتمنح الطالب أو بيدرس فيها لحد الصف السادس الابتدائي، بعدها بيكمل دراسته في المدارس الإعدادية اللي هي العادية النظامية اللي عندنا، وفي منهم كمان بيلتحق بالمرحلة الثانوية وبيكمل دراسته، وأيضا بيلتحق بالجامعات وبيحصل على شهادات جامعية وشهادات عليا. وفي الحقيقة طبعا مدارس التعليم المجتمعي لها دور مهم جدا في ما يتعلق بالقضاء على الأمية، إنه المدارس دي دورها مهم في استقبال الطلاب المتسربين أو الطلاب اللي هم لم يلتحقوا من الأساس بالمنظومة التعليمية النظامية.
عندنا حوالي 142 ألف طالب في مدارس التعليم المجتمعي، حوالي ما يقرب من بنحكي أربع. تقريبا عدد المدارس، كم مدرسة مجتمعية؟ عندنا حوالي تقريبا ما يزيد عن 4000 مدرسة مجتمعية موجودة في عدد من المحافظات. كمان مدارس التعليم المجتمعي المفروض انه الالتحاق بيها بيكون مجاني للطلاب، الطلاب مش بيدفع اي مصاريف، بالعكس انه في كمان بعض الجهات بتمنح الطالب مثلا يعني زي حافز شهري للحضور واستكمال الدراسة. مدارس التعليم المجتمعي بتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، بيتم إنشاء المدارس أو الفصول التعليم المجتمعي من خلال الجمعيات الأهلية بالتنسيق أيضا والحصول على تصريح من وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. المفروض بعد القرار صدر منذ يومين، المفروض إنه السيستم تسجيل الطلاب في المدارس دي مش هيقبل غير الطلاب اللي هم وصلوا سن 9 سنوات وتخطوا هذا السن حتى 14 سنة. لو في حالات استثنائية بيتم وكمان القبول بيتم من خلال لجنة داخل وزارة التربية والتعليم. لو في حالات استثنائية لقبولها أقل من 9 سنين، المفروض ده بيبقى استثناء ولازم توافق عليه السلطة المختصة اللي هي وزير التربية والتعليم. بالتالي طبعا لازم علشان تحقق المدارس المجتمعية الهدف منها لازم تقبل الطلاب اللي هم فوق سن 9 سنين أو من 9 سنين حتى 14 عاما. طبعا في شريحة تانية بعد ال 14 سنة دي اللي 15 كنت لسه بسألك عنهم، اللي هم وما فوق، فيما فدي قبل طبعا 14 عام. تلتحق بفصول محو الأمية أيضا الموجودة في عدد من المحافظات أو موجودة على مستوى الجمهورية. بالتالي يعني القرار الصادر هيظبط عملية القبول أو هيضبط عملية القبول داخل فصول التعليم المجتمعي على مستوى الجمهورية. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا الصحفي وزميل محمود طه حسين، مسؤول ملف التربية والتعليم في اليوم السابع. شكرا ليك على وجودك معنا. زي ما قلت لحضراتكم، هو بيمكن التعبير الحقيقة عن التعليم المجتمعي زي ما قلنا هو الفرصة الثانية، وزي ما قال لنا زميلنا محمود إنه بدأت الفكرة دي في 92 وبدأ تطوير الفكرة من وقتها، وكنا بادئين بإنشاء طبعا عدد كبير من المدارس ما يقرب من 2000 أو 3000 مدرسة، وصلنا الآن ل 4000 مدرسة. طبعا دي جهود يعني اللي بتبذلها الوزارة للقضاء على فكرة الأمية في مهدها، والقضاء على فكرة التسليم من التعليم، واللي بنشهدها طبعا عدد كبير من الطلاب اللي بيحرموا من التعليم، سواء بقى لظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية، أيا كان الظروف اللي بتمر بيها الأسرة، فدي بتكون فرصة مهمة اليوم. أنا بشكر حضراتكم على المتابعة، وكونوا معنا دايما على شاشة التلفزيون.